لسه معاكم يا اولاد. نوفمبر 2014 بيبر 3 فالنت 3، والسؤال الثالث بيقول لي فيجر 3.1 شوز ا لونج بلاستيك تيوب سيلد ات بوث اندز. ذا تيوب كونتينز 0.15 كيلوغرامز اوف سمول ميتال سفيرز. شويه الكور دي يا اولاد وزنها 0.15 كيلوغرامز. طيب حضرتك عايز ايه؟ بيقول لي a physics teacher turns the tube upside down very quickly and the small metal spheres then fall through 1.8 meter and hits the bottom of the tube. احسب ال decrease في ال gravitational potential energy. تعالى نفهم القصه شكلها عامل ازاي. يا اولاد دي كانت التيوب شكلها كده، تمام؟ فراح المدرس اللي بيقول عليه راح مشقلبها، يعني في السريع كده راح ايه؟ مشقلبها upside down. فاصبحت طبعا السفيرز فوق، خلاص، اللي هي وزنها كام؟ اللي هي وزنها 0.15 كيلو جرام، تمام؟ فطبعا منطقي ان هي هتقع. فالمسافه اللي وقعتها كام؟ الراجل بيقول 1.8 متر، يبقى السفيرز دي هتقع من فوق لتحت هنا، تمام؟ فهتقع مسافه ايه؟ المسافه دي 1.8 متر. طبعا هي لما بتقع يا اولاد من فوق لتحت بتفقد هايت وبتفقد بوتنشال انرجي. طبعا البوتنشال انرجي اللي فقدتها هي بالظبط البوتنشال انرجي اللي فوق هنا، لان هي كان عندها بوتنشال انرجي وقعت تحت. عايزين نحسب بقى هي فقدت بوتنشال انرجي قد ايه. حبايبي الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي اللي فقدتها من ساعه ما نزلت هي ام جي اتش. الكور يا اولاد وزنها 0.15 كيلو جرامز، الجي عندي ب10، الاتش عندي الارتفاع اللي هو 1.8. حضرتك لو حسبت الحسبه الظريفه دي هتطلع معاك رقم اللي هو 2.7 جولز. جميل. اذا الكور دي وهي هنا كان عندها كام يا اولاد؟ 2.7 جولز. طبعا فقدتهم خلاص نزلت، تمام. طيب الراجل بقى بيسالني السؤال الشهير المعروف، بيقول لي the speed of the spheres as they hit. طبعا الكور دي وهي نازله يا ولاد كل البوتنشال انرجي اللي بتفقده بيتحول لكينيتيك انرجي، بوتنشال انرجي بتفقده بتتحول لكينيتيك انرجي، بوتنشال انرجي بتفقده بتتحول لكينيتيك انرجي. فبتخبط هنا بسبيد عاليه، بتخبط هنا. طبعا ده باعتبار ان السبيد بتاعتها هنا كانت صفر. السبيد دي بكام؟ حبايبي ما تنسوش ان انا عندي قاعده بتقول لي في الفري فول ان الكينيتيك انرجي الجيند، تمام، equals ال potential energy اللي فقد، تمام. ال potential energy ايه؟ loss. يبقى ال potential energy فوق، او بمعنى اصح بنقول ال potential energy فوق equals ال kinetic energy تحت. اهو ال potential energy هنا equals ال kinetic energy ايه؟ طب جميل، اذا ده معناه ان ال kinetic energy تحت equals واحنا عارفين اصلا ال kinetic energy equals half mv square. طيب بما ان ال kinetic energy gain هو ال potential energy loss، دي طبعا يبقى الاثنين 2.7 جولز. يبقى انا هقول له كالاتي: الكينيتيك انرجي 2.7 جولز، تمام، الكينيتيك انرجي تحت طبعا وهو بيخبط ايكوالز هاف. الماس بتاعت حضرتك بكام يا اولاد؟ ب 0.15 تايمز في سكوير. لو حسبت الحسبه دي هتطلع لك الفي سكوير ايكوالز 36، ده بناء على كلام الكالكوليتر، تمام. طبعا تجيب الروت لده وتجيب الروت لده، يبقى هتطلع لك السبيد بتاعتك ب 6 متر بير سكند. اذا يا اولاد الكور دي لما تيجي تقع وتخبط هنا في الارضيه دي هتخبطها بسرعه كام؟ 6 متر بير سكند. طبعا لو عايز سيجنيفيكانت فيجرز مظبوط يبقى المفروض تقولها له 6.0 متر بير سكند، لان ما انساش هنا 2 سيجنيفيكانت فيجرز و2 سيجنيفيكانت فيجرز، فالدنيا كلها 2 سيجنيفيكانت فيجرز، فيفضل تطلع 6.0 متر بير سكند.